سؤال خطير جدا. الشيطان عندما عصى الله، من كان شيطانه؟ تابعوا معي حتى نعرف من هو الشيطان الحقيقي لنا. إن كلمة نفس هي كلمة في منتهى الخطورة، وقد ذكرت في القرآن الكريم في آيات كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن نؤمن بالله عز وجل ونذكره ونصلي في المسجد ونقرأ القرآن ونتصدق ونصوم ونعمل خيرات كثيرة إلى آخره، وبالرغم من ذلك فما زلنا نقع في المعاصي والذنوب. فلماذا؟ ما السبب؟ السبب في ذلك هو أننا تركنا العدو الحقيقي وذهبنا إلى عدو ضعيف. يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي أن الله وعدنا أن الشيطان كيده ضعيف. إذن فمن هو العدو الحقيقي؟ إنما العدو الحقيقي هو النفس. نعم، فالنفس هي القنبلة الموقوتة واللغم الموجود في داخل كل إنسان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الإسراء: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي سورة غافر: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وسبحانه وتعالى يقول في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال تبارك وتعالى في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وقال سبحانه وتعالى في سورة التكوير: علمت نفس ما أحضرت. لاحظوا الآن أن الآيات السابقة تدور كلها حول كلمة النفس. النفس، فما هي هذه النفس؟ من تكون هذه النفس؟ يقول العلماء أن الآلهة التي كانت تعبد من دون الله، أي اللات والعزى ومنات وسواع وود ويغوث ويعوق، كل هذه الأصنام هدمت، ما عاد إله مزيف ما زال يعبد من دون الله. إله موجود فينا كلنا. يقول سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ومعنى ذلك أن هوى النفس إذا تمكن من الإنسان فإنه لا يصغى لشرع ولا لوازع ديني، لذلك تجده يفعل ما يريد. يقول الإمام البصري في بردته: وخالف النفس والشيطان واعصيهما، أي أن النفس خطيرة جدا، بل وأشد خطورة من الشيطان. من جعل إلهه هواء، أي أن الإنسان عندما يكون هواهه في شيء فهو يفعل أي شيء. مثلا من يعشق المال، من هواه في المال فهو يفعل أي شيء ليصل المال، ليصل لذلك المال. هناك من يسرق، هناك من يرتشي، هناك من يبيع ضميره، المهم هو إلهه هواه. أين هو هواه؟ الإنسان يمكن أن يضحي ويعمل أي شيء من أجل ذلك الهوى الذي هو يتبعه. فالنفس خطيرة جدا جدا جدا. كنت دائما ما أتساءل عندما كنت أقرأ في الكتب والأحاديث وأبحث، كيف يعني بالصحابة في صلاتهم؟ كنت أتخيل صحابي جليل في الركعة الأولى يقرأ بسورة البقرة بكل الصور طوال. سبحان الله، كنت أتساءل كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمصحف كله في ركعة أو ركعتين. استغربت كم هذه على هذه الطاقة والقوة. ثم عندما أرى من حولي وأرى الناس تمسك الهواتف ربما 4 ساعات 8 ساعات، والإنسان لا يمل من التصفح ومن الفرجة،
بل وهناك من يرى أو يشاهد مسلسل بأكمله، جزء بأكمله في 4 ساعات 5 ساعات، وهناك من يحمل الهاتف في يده ويتصفح وينسى نفسه بالساعات والساعات والساعات. ثم سبحان الله، قلت كل إنسان فيما يهوى. الصحابة كان قلبهم وهواهم وعشقهم في القرآن، فكانت قراءة الصور الطويلة في ركعة أو ركعتين بالنسبة لهم شيء سهل، سهل جدا، لأن هواهم حبهم عشقهم كان في ذاك، كان في القرآن وفي الوقوف بين يدي الله. حيثما كان هوى الإنسان وعشقه يفعل أي شيء من ذلك العشق، لأجل ذلك العشق والهوى. وأيضا هنا نذكر مثال، ففي جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل يقول الله تبارك وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. نعم، فنفسه هي التي طوعت له من أجل عشق، من أجل هوى. النفس الإنسان تكون له القدرة على أن يتبع ذاك الهوى. عندما تسأل إنسانا وقع في معصية ما وبعد ذلك ندم وتاب، ما الذي دعاك لفعل هذا؟ سوف يقول لك: أغوان الشيطان. وكلامه هذا يؤدي إلى أن كل فعل محرم وراءه شيطان. إن السبب في المعاصي والذنوب إما من الشيطان وإما من النفس الأمارة بالسوء، فالشيطان خطر جدا، ولكن النفس أخطر بكثير منه. لذا فإن مدخل الشيطان على الإنسان هو النسيان، فهو ينسيك الثواب والعقاب، لذلك تقع في المحظور. قال الله عز وجل في محكم كتابه: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وأخيرا نتضرع إلى المولى عز وجل ونقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلا ننسى كما يجب أن نتعود من الشيطان الرجيم، أن نتعود من النفس الأمارة بالسوء، وأن نروض نفسنا. فليس كل ما اشتهيت اشتريت، وليس كل ما اشتهيت أردت، ولا يجب أن تركض كالوحش في البرية على هوى نفسك، فاضبطها وروضها حتى لا تأمرك بالسوء. هناك هرمون في الجسم يفرز خلايا على القلب، عندما نلهى عن ذكر الله وننشغل في الحياة وملذاتها، ومن ثم يتكون غشاء على القلب يسمى الران. هذا الغشاء يسبب اكتئاب حاد وحزن وضيق شديد، ويجعلك تعيش إحساس بأنك غريق، وربما هناك من ييأس من رحمة الله، من رحمة الله. لذلك يجب أن نجتهد على أنفسنا، فهذا هو الجهاد الأكبر، أن تجتهد على نفسك، أن تضبطها حتى تستقيم مع الله سبحانه وتعالى. فالاستقامة هي أصعب شيء. شكرا لكم على تتبعي أعزائي، وجزاكم الله خير. وغفر لي ولكم.